اوكي اوكي شوف شوف كم شوف كم كم وصل اوكي حسني يلا عصام فوز حسني فوز اوكي والله هذا اتفاق بين ابو ناصر وابو فاطمه عشان يلا يا شباب ندفع رشاوي يعني يلا يا شباب بس حلوه لا خلك ما عصبت هذا لحظه عندي رقم لا لازم اراويك الصوره اوكي هاي اوكي يا شباب تعال هالصوب ابو عبد الله نعم صار نشيك على البطارية نعم نعم شو تقول زين يا شباب أنا النتائج الله خليكم يا شباب نبدأ الجازلين الإلكتريك جازلين يا شباب ما يحتاج أطول قفزة يا شباب في الجازلين الأخ ياسر الخاطري باجا جازلين تفضل يستاهل ما طلع كيف طلع الحين نسوي تفضل يستاهل بركه كم سوى هذا كلنا الشيطان تفضل طبعا الجائزة عبارة عن درع وسواير جرافات. زين عطى سواير عسب بعد سواير ويا سواير عسب يستاهل يستاهل عاش الخاطر يا مرحبا عاش ابوي موترنا التاهو حط فيه السواير خلينا يركب انزين يا ولا لوسي زين يا شباب طبعا في فئة النايترو والالكتريك فئة النايترو الالكتريك اتوقع اني بتروح على الكبياء اطول قفزه يا جماعه كانت 24.4 متر الاخ احمد العامري اقوى سياره جايز الجهاز والبطاريه تفضل والدرع طبعا استاهل بعدي ها يستاهل 24.4 رد اذكر 24.4 يستاهل يا عمري دوم ما شاء الله عليه لو يستاهل العامري الارمادة ها على غش البطارية بس عندك اقوى سيارة بس يا شباب والباجي كبير يا جماعة تعال جايزة على جنب سووا ثلاثة 20 اسبوع